وتسمى هذه المؤسسة المعرفية والعلمية بالأزهر، وهي رمز للجدية والمصداقية في عملية التعليم، تجعل كل ناشئ وطالب للعلم والمعرفة يريد أن يرحل إلى عاصمة العلم والمعرفة فإنه يقصد القاهرة. وكان ابن خلدون رحمه الله يقول في زمانه أوائل القرن التاسع الهجري من 500 سنة فاتت، كان وهو الراصد للعمران ولعلوم الاجتماع، كان يقول: وأنا أقول إن العلم والتعليم في زماننا إنما هما بالقاهرة من أرض مصر، عاصمة العلم والثقافة والمعرفة. إذا أردت أن تقول هذا الإنسان المصري الذي كان يتعبد إلى الله بأن يقول كما في كتاب الموتى للقدماء المصريين العمل الجليل الذي يقدمه في موقف الحشر والحساب، يقول: يا رب، وأنا لم ألوث أبداً ماء النيل. الإجلال والتقديس والتقدير للنيل وأنه قيمة عظمى. أنا أريد أن أقارن بين هذا الإنسان الذي صنع بطريقة مكنته من إخراج هذا المنتج الرفيع، وبين الإنسان المصري حالياً الذي ألاحظ أنه إنسان فقير يحتاج إلى أن يستدين، الذي ألاحظ أنه إنسان عنده أعلى نسبة فيروسين في العالم، الذي ألاحظ أنه إنسان عنده أطفال مشردين في الشوارع، الذي ألاحظ أنه إنسان عنده نسبة عالية من البطالة. كم كبير من الشباب لا يجد وظيفة وهو في أشد الاحتياج إلى وظيفة. فأريد أن أقول هناك فارق ما بين منظومة القيم النابعة من حالة الغنى مع الجدية التي كان يمثلها الإنسان المصري يوم أن بنى البرق ويوم أن صنع الأزهر ويوم أن أسس جيش مصر العظيم. هنا منظومة الغنى مع الجدية، وهنا منظومة من القيم السلبية التي أستطيع أن أسميها منظومة قيم الفقر، التي تجعل الإنسان يعيش حالة مزمنة من الإحباط، من اليأس. من التجربة الرائدة التي تقوم بها وزارة الشباب اليوم في عقد ومد جسور التواصل بين مفكري الأمة ومثقفيها وبين الشباب اللي هم عماد الأمة وعليهم الأمل معقود بإذن الله في النهوض بهذه الأمة والسير بها والارتفاع بها بإذن الله. في الحقيقة مما يلفت النظر بالإعجاب التعانق الرائع بين مفردات ومكونات عنوان المؤتمر أو اللقاء: القيم والهوية الوطنية والخطاب الديني. الحقيقة يعني ده عنوان عبقري، لأن الخطاب الديني، القيم هي الهوية، والقيم هي أساس الهوية، وبدون قيم لا هوية لها. ونحن نعلم جميعا ونحفظ جميعا: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم